الخيرات على حضراتكم، مساء النور على البصاير والهمم، من غير مصالح ولا سبوبة إعلانات وإعادة إنتاج وشوش قبيحة اتلونت على كل مصلحة إلا مصالح البلاد والعباد، وشوش ما تعرفش معاني الالتماء والالتزام بالمبدأ والثبات على القيمة، والنهاردة راجعة تعلن لينا قال إنها مبادرة أخلاقهم مش أخلاقنا، ويروج ليها ويتبنى يعني ناس حملة كدابة مصروف في إعلاناتها بس أصفار من الملايين، رغم إن الملايين دي كان ممكن تتصرف على حاجات تانية أهم، ممكن بحق ترجع الأخلاق مش تعيد إنتاج الوشوش اللي بتدور لها على مكان في أي سلطة تحت أي لواء تحت أي سلطان، مش مهم القيم. وعشان كده لما تعشق الشو الإعلامي وتدمن الظهور فيه وتستعجل الأحداث اللي تحطك وسط العدسات وقلب الكاميرات والفضائيات والمؤتمرات والحفلات عشان توزع تصريحات وابتسامات وسبوبة إعلانات، الموضوع يبقى سهل جدا، ما عليك يا محترم إلا إنك تعمل حملة أو تعمل مبادرة بغض النظر عن مضمونها أو نتائجها، ويا سيدي على رأي سعيد صالح أهو كله برتقال. ده اللي عملته الحكومة الحقيقة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لما روجت لحملة محكومة عليها بالفشل من بدايتها، مش لأننا رافضين الشخص اللي فيها، لا، لأنها تفتقد للإخلاص والرؤية الحقيقية، لأن الهدف منها إعادة إنتاج عمرو خالد، واحد من تجار الدنيا والدين في مصر، بدعوة غرس مبادئ وإعادة أخلاق، والأخلاق ما بترجعش بالإعلانات ولا المبادرات ولا حفلات تلاقي الراعين ليها إعلاميين بيروجوا لها الحقيقة وبيروجوا للابتذال والإسفاف، ولا شنط زي دي فيها فلاشات وفيها أجندات ويقول لك أصل دي أخلاقنا. الأخلاق ما بتتروجش الحقيقة بالحاجات دي كلها، أجندة وكأننا رايحين الحقيقة حفلة، آدي أجندة دي حاجات مبادرة أخلاقنا، وبعدين تلاقي فلاشة فخمة قوي، بص حضرتك معايا يعني الناس البسيطة اللي زي ما تفهمش في التكنولوجيا دي، بص الفلاشة حاجة كده مفتخرة، حاجة مصروف عليها، حاجة كده يعني مش أي حاجة، بص حضرتك تطلع الفلاشة، تضغط تطلع الفلاشة، وتحتفظ كمان بالدعاية دي وتشيل دي الفلوس اللي اتصرفت على أخلاقنا في فندق 5 نجوم. الحقيقة كمان الأخلاق والمبادرات ما تعرفش رجال أعمال واكلين حق البلد ولا مدعين دين وهم ما لهمش علاقة بالدين. ده المشهد اللي كان يوم الاثنين اللي فات في فندق 5 نجوم في التحرير الصبح، المشهد اللي اتأخر إعلانه لأن الدولة رفضت ظهور عمرو خالد، لأن الحقيقة الدولة رفضت أن وجود عمرو خالد في المشهد. الحقيقة السؤال يعني للقائمين على المبادرة، لو هو زي ما طلع وقال وقالوا الحقيقة يعني ما فيهوش حاجة وهو باقي في قلب الحملة بأفكاره وروحه، ليه بعتوه ومنعتوه يطلع ومنعتوه من الظهور على المسرح وطلع يقول إن هو انسحب إعلاميا فقط لكن موجود في الحملة بأفكاره؟ السؤال هو لما أنت واثق من نفسك قوي كده واثق من فعلك قوي كده انسحبت ليه؟ اللي طلعوك منعوك تطلع ليه؟ والأهم إيه اللي عليك يخليك مرفوض وما ينفعش تظهر؟ والأدهى إنه قالك إن تهمة إخوان طلعت لما حاول يرجع لينا الأخلاق، وكأن عمرو خالد هو اللي حيرجع الأخلاق لمصر بجد، وكأنه مصدق نفسه بجد هو واللي معاه. السؤال واضح ومستنية الرد عليه. اللي بيقولوا إن عمرو خالد هايل منعتوه يطلع ليه لما أنتم واثقين منه ومن طهارة فكره وإيده؟ السؤال الأهم، أي عمرو خالد حيعلم مصر الأخلاق؟ الداعية بتاع شباب أبناء الطبقة الوسطى والعليا والفنانين والفنانات في التسعينيات بأسلوب البادي لانجوج، ولا عمرو خالد الممنوع من الخطابة في مسجد الحصري لارتباطه بالإخوان في 2002، اللي سافر لندن ومنها لبيروت وأعلن هناك أنه هرب من تضييق نظام مبارك عليه، ولا اللي رجع في 2005 وقال نظام مبارك زي الفل ما تعرض ليش في أي حاجة وأنه جاي يقوم بدور اجتماعي مش ديني من خلال صناع الحياة، ولا اللي عمل مبادرة الدنمارك في 2007 مع الإخواني طارق سويدان الكويتي؟
بعد نشر رسوم الموسيقى للرسول في الدنمارك، رغم رفض الجالية الإسلامية في الدنمارك للموضوع ده، لأنهم قالوا حيزيد الطين بلة وحيخلي الحكومة الدنماركية تعند. لكن ده حقيقي حصل بعد ما رجعوا من المبادرة اللي عملوها، برضو مبادرة اللي عملوها في الدنمارك، ولا خلت المجتمع الحقيقي الدنماركي يعتذر، بل على العكس اجتمع وزير الخارجية الدنماركي وقتها بالسفراء العرب وقال لهم ان حرية الرأي غير مقيدة في بلاده، وان الدنمارك مش هتعتذر وهتنشر رسوم اخرى مسيئة. وبعدها الحقيقة وعلى يدي رجع عمرو ضيف على القنوات الفضائية يعرض فتوحاته اللي سجلها في الدنمارك الحقيقة. طيب عمرو خالد اللي عمل مبادرة برضه لمنح أو لدعم الناجين من حادث العبارة السلام 99، وكان في مؤتمر صحفي كبير في فندق برضه في التحرير، وقعد يحتضن بعض الناجين وكان منهم طفل، ماتت كل أسرته ولا نعرف إيه اللي حصل لهم بعد المبادرة والكاميرات ما مشيت، ولا مؤسس جمعية رايت ستيب اللي سنة 2007 في لندن اللي ما تعرفش ليه ولا بتعمل ايه في لندن، لندن الداعمة للإخوان الممول الرئيسي ليهم لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي، رغم تقرير الأمن الخاص بيهم وأذاعه كاميرون من كام شهر وقال فيه إن أفكار الإخوان بتحمل بذور الإرهاب، ولا مدير معسكرات الأطفال والمراهقين المصريين في لندن اللي بينظم لهم معسكرات في لندن، اي واحد فيهم متعرفش معسكرات ايه وبيحصل فيها ايه وليه بياخدهم لندن، ولا عمرو خالد اغنى الدعاه في العالم العربي بثروه قدرتها مجله فوربس العالميه الاقتصاديه في 2008 بانها تجاوزت 11 مليون دولار، ولا اللي اختارته التايمز الامريكيه ضمن اكتر 100 شخصيه مؤثره في العالم وقال هو عن نفسه انه حلم النهضه للشباب العربي، ايوه قال انه حلم النهضه للشباب العربي، ولا البيزنس مان صاحب شركه انتاج البرامج بتاعته اللي بتلم ريع الاعلانات، ولا صديق الكردي عضو الحزب الوطني في اسكندريه، ولا اللي دعم محافظ اسكندريه الاسبق عبد السلام المحجوب في انتخابات 2010 في مؤتمر شعبي في محطه الرمل، موجود كل ده بالمناسبه، انتخابات 2010 اللي كانت مزوره، انتخابات 2010 اللي كان الناس فيها ضد الحزب الوطني. ده الحقيقة بقى قبل 2011، بعد 2011 حاجة تانية خالص. ونكمل السؤال، أي عمرو خالد بعد 2011 هتعتمد عليه المبادرة اللي روجوا ليها الحقيقة ودعموها في وزارة الشباب والرياضة وبعض الجمعيات وبعض المشايخ؟ عمرو خالد اللي خرج على قناة الجزيرة بعد 25 يناير يهلل بفتحه ودخوله التلفزيون اللي كان ممنوع منه في عهد مبارك اللي هو كان بيقول انه عهد لطيف وجميل وهو صاحبه، ولا صاحب صفحة عمرو خالد رئيسا لجمهورية مصر العربية على الفيسبوك، ولا اللي كان بيلف على الصحفيين ومعدين البرامج وانا منهم علشان يبعتوا كاميرات ويتابعوا اخباره وينشروها علشان اي حاجة يعملها لازم تتنشر، يعني اعرف ان اللي يعمل حاجة يعملها لوجه الله ويخليها في السر الافضل، ايده اليمين ما تعرفش ايده الشمال بتعمل ايه، ولا مؤسس حزب مصر السياسي في 2012، ولا اللي اختلف مع الاخوان في تقسيم التورته السياسيه وانتخابات الجامعه وانتخابات البرلمان، ولا اللي اعلن على شاشه العربيه في 2012 عن فتح باب حزبه للمنشقين من الاخوان علشان يبقى في فصيل تاني موازي، دول انشقوا عن الاخوان بس موجودين مع عمرو خالد، ولا عمرو خالد اللي كشفت ويكيليكس عن طلبه 70 مليون دولار من ملك السعوديه علشان محو اميه مش عارفه كام 100 واحد، ولا عمرو خالد اللي اختفى بدعوى مرضه وعدم قدرته على الكلام في يونيو 2013 انتظارا لجلاء الصوره والكفه الرايجه لحد وصف صفوه حجازي ليه من على منصه رابعه انه شيطان اخرس. تخيل لما المعسكرين، معسكر المنتمين للاخوان والمعسكر المنتمي للدوله، لما يوصفوا عمرو خالد وما يبقوش الحقيقه شايفين انه ينفع يكون معاهم، ياه قد كده التلون كان بشع، قد كده التلون كان قميء، قد كده التلون كان يعني على كل لون يا باطيستا، لدرجه انه يبقى مرفوض من كل الاطراف. الحقيقه معرفش، ان لم تستحي فافعل ما شئت. وارجع تاني واسال، ولا عمرو خالد اللي اعلن توبته عن ممارسه السياسه وحل حزبه السياسي بعد رفض المصريين لحكم جماعه الاخوان ومرشدها، ولا اللي عمل مبادره ثالثه ولا رابعه ولا خمسه ماتت في مهدها بعد 30 يونيو وكان بيسعى برضه انه يرجع فيها للصوت والصوره
وقلب المشهد في فندق ماريوت الزمالك في 2013 لدعم أهل سينا، وما تعرفش إيه علاقة بدو سينا بفندق 5 نجوم وإزاي ندعمهم بمبادرة برضو من الماريوت من الفنادق 5 نجوم. هو الحقيقة الظاهر إن الأخ عمرو خالد مدمن مبادرات ومؤتمرات وأي حاجات تخليه ملو العين، واللي بيصدق كتير والفاسدين أكتر. والحقيقة نكمل البحث عن عمرو خالد الروائي صاحب الخيال الواسع، مؤلف رافي بركات في 2015، ولا اللي رجع من أول وجديد يقضي عظاته في قصور وفلل المشاهير في 6 أكتوبر وبالم هيلز تشهد الحقيقة، والشيخ زايد كمان حاضرة، ولا عمرو خالد اللي بيحاولوا يعيدوا إنتاجه ويقولوا اللي رافضينه إخوان، الحياة مش إخوان، ولا وحيد حامد إخوان، عفوا أستاذ وحيد حامد إخوان مش إخوان، ولا دكتور مدحت العدل إخوان، ولا الدولة حضنة للإخوان. الحقيقة عايزة السادة الأفاضل اللي بيقولوا إن عمرو خالد موجود وهيرجع الأخلاق للمصريين يقولوا لي أي أخلاق هيرجعها عمرو خالد وهيعلم الشباب إيه؟ التنزه عن المصلحة الشخصية، إن الواحد ما يقولش مبررات زائفة لمواقفه اللي بياخدها، إنه هيعلم الشباب حب الوطن والانتماء في معسكرات لندن اللي بتتعمل في لندن، هيعلم الشباب الصدق والثبات على المبدأ، هيعلمهم إن هم إيديهم اليمين ما تعملش حاجة، ما تعرفش حاجة عن اللي بتعمله إيديهم الشمال، هيعلمهم إن مش كل حاجة ممكن نبيعها، وإن الرجولة كلمة ووعي. أي عمرو خالد يا سادة يلا عايزين تعيدوا إنتاج الغلط بتحالف يعيد القبح للعقول والتغييب للشباب تحت أي اسم. أخلاقنا ما بترجعش بالإعلانات ولا بالشو، أخلاقنا ترجع بحاجات كتير قوي، أولها القدوة والإخلاص، وفاقد الشيء لا يعطيه. وكفاية ضحك على أولادي بقى، وكفاية تجهيل وتغييب ومزايدة. أنا أم قبل ما أكون الحقيقة أي حاجة، أنا أم عندي ولاد وبشوف ولاد وبقابل ولاد، عندي تحفظات على تربية الولاد، عندي مشاكل مع عقول ولادي، لكن مش هيرجعها لهم عمرو خالد اللي هم عارفينه هو مين. ليه مصرين تكسروا الحلم في قلب ولادي؟ ليه مصرين تقولوا لهم ان الوشوش القبيحة راجعة تاني؟ ليه مصرين تقولوا لهم ان مش ممكن خلاص، يعني انت تعمل عملتك وتغلط، بس انت لو صاحب نفوذ وعلاقات وقادر وفلوس انت قادر تعمل كل حاجة وتاريخك ينمحي وترجع للصورة تاني. لكن ولد زي اسلام جويش مثلا يغلط، لكن يطلع مثلا واحد تاني يقول ويسيء للرئيس الدولة ما حدش يعمل له حاجة لمجرد انه رئيس نادي او عضو برلمان. هل ده ينفع؟ عايزين ولادي يصدقوكوا ازاي؟ عايزين ولادي يأمنوا بالبلد ازاي؟ عايزين ولادي ما يكفروش بالوطن ازاي؟ الحقيقة بتكلم النهاردة بصيغة الام الرافضة لتغييب العقول، الرافضة لمسح الانتماء، الرافضة لإثارة الإحباط، في وقت بقول فيه يا رب بلادي وولادي. الفيلم الجاي ده بقى فيلم إهداء لعمرو خالد اللي ما يعرفش غير عيشة النجوم 5 و7 و8 وقادر على إنه يلعب على كل لون. اتفرج شوف الأبطال بيعملوا إيه. พรชัยอยู่ไหนน่ะมาทำเวรนี่หรือล่ะครับพู่
หมายความว่าไงมึงเคยบอกกูเขาทำไมถูกรถชนالفيلم شفناه قبل كده. الفيلم عنوانه البطل، المدرسة اللي بتطلب من الولاد في الفصل ان هم يتكلموا او يرسموا صورة البطل، ففي ولد من الولاد يرسم صورة البطل هو جامع او عامل النظافة او جامع القمامة، تروح تدور عليه ويكتب انه بطل لانه بينظف، هو بطل علشان هو بيساعد الناس انهم يعيشوا حياة حلوة. تدور عليه في الفصل ما تلاقيهوش في الفسحة، تلاقيه بيروح يساعد والدته اللي هي عاملة نظافة في قلب الشارع وياخد منها المقشة ويديلها الدواء. الحقيقة ده للناس اللي بتفكر اللي هي بتعمل كده، لكن تلاقي مثلا في ضمن إعلانات حملة أخلاقنا واحد معدي تحت الشارع يلاقي عيل نايم تحت الكوبري يقلع الجاكيت ويغطيه ويمشي، هو كده خلاص احنا دي الرحمة. إطلاقا يا سادة يا أفاضل، مش دي الرحمة. لو عايزين أفلام علشان ما تصرفوش وتضيعوا ملايين على الأرض من فلوس البلد دي، أولى بيها ناس تانية، اتعلموا أو انقلوا ده، بس خليكوا أنتوا الأول قدوة. وهنرجع نكمل بعد الفاصل. ويبقى السؤال، طيب الأخلاق ترجع إزاي وفيها إيه لما نعمل إعلانات؟ وجاوب حضراتكم أنه بعيدا عن أي مبادرات الحقيقة تضمن الشو لأصحابها ضمن مبادرات كتير سبقتها وما كانش فيها حاجة غير الظهور قدام الكاميرات، الأخلاق يا سادة عمل مؤسسي لازم تقوم بيه أطراف كتيرة أساسها الدولة. يبدأ بإعلان التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لعمل استراتيجية متكاملة من كل الوزارات في إطار تنمية اجتماعية حقيقية. مش واحد يعدي على طفل نايم في الشارع تحت الكوبري يقلع له الجاكيت ويغطيه ويمشي زي إعلانات أخلاقهم كده ما بتقول خالص. الأخلاق يا سادة محتاجة منظومة قيمية يسعى فيها الكل لفردها في التعليم والإعلام والثقافة والفنون والأوقاف علشان تعزف كلها لحن واحد بالفعل، مش بالشو الإعلامي وسبوبة الإعلانات. يعني لو عايزين أخلاق عقبوا كل متجاوز متلون فاجر اللفظ في الإعلام، عايزين أخلاق طبقوا العدالة في المجتمع على الكبير والصغير، يعني إسلام جويش يتطاول على الرئيس ناخده على الاسم، مرتضى منصور يتطاول محدش يفتح بقه. طب إزاي عايزين أخلاق الحقيقة؟ إزاي
يبقى ده موجود. خلي الفعل سابق الكلام علشان الشباب يعرف ان المواطنة والقانون هي اساس الحياة على الارض الطيبة دي اللي بتئن من فساد النفوذ والمال والسياسة. ادفعوا ملايين سبوبة الاعلانات والتبرعات والتمويلات وميزانيات الوزارة في اتجاه التشغيل والانتاج واعادة افتتاح المصانع المقفولة. علموا الناس مبادئ العمل والاتقان والكف عن السؤال. لو عايزين الاخلاق انشروا قوافل الفن الراقي في كل شبر في مصر بشباب هم قادة الغد وهم مالكينه وهم أصحابه. لو عايزين الأخلاق ادونا الفرصة عشان نصدقكم. لو عايزين الأخلاق بجد استعيدوا المدرس والمعلم القدوة علشان يكون زي ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي رسول يرسخ التربية قبل العلم. اصرفوا ملايين الإعلانات على تدريب المدرسين وتحسين أوضاعهم علشان هم حراس عقول ولادنا وضمايرهم. عايزين الأخلاق ترجع رجعوا الأسرة من تاني، رجعوا للأسرة دورها وللست قدرها واحترامها ومكانتها، وارفضوا كل غث في إعلام وفن هبط بسمعتها رغم إنها الوتد في الوطن وهي العائل لنص أسر مصر تقريبا وهي السند. لو عايزين شعب طيب الأعراق، عايزين الأخلاق بطلوا تستخدموا تجار الدين كل ما تحبوا تسيطروا على العقول والنفوس والضماير وغض البصر عن فسادكم بتحالفكم معاهم. مصر ما جانتش من تحالف الدين والسياسة غير الخيبة وتراجع المكانة لما الأمن آمن للسلفيين وخلى الباب مفتوح مع الإخوان ومروجي الجهل والعنف. عايزين أخلاق، ابعدوا تجار الدين عن كل مل على كل ملة ولون اللي بيضحكوا في وشوشكم في الوقت اللي ايديهم متحالفة ومتربطة بعهود الخراب مع عدو متربص بينا. عايزين أخلاق، انشروا العلم والقدوة والفنون ودعموا الإنتاج وأسسوا لرقي الروح. عايزين الشباب وتحسين أخلاقه وتنوير فكره وكسب انتمائه لبلاده، قدموا له العدالة الناجزة والقدوة القادرة على شده القلب الدايرة بدل ما يفضل شارد بره السرب تخطفه الغربان والحدادي فيكفر ببلاده ويخونها وتهون عليه. عايزين أخلاق، سيبكم من عشاء الشوق وموظفين الميزانيات اللي لازم تخلص في نهاية السنة المالية ومش مهم راحت في اتجاهها صحيح ولا لأ، المهم تستيف الورق. عارفين مثلا، خليني أخدكم لليابان. اليابان بنت نفسها ازاي بعد تدميرها بشكل كامل في الحرب العالمية الثانية؟ اليابان أعادت بناء الشخصية اليابانية بعد الحرب والهزيمة والدمار. السياسيين والناس في اليابان كانوا فاقدين الأمل في إنهم ممكن يقفوا تاني على رجليهم، لكن بعزيمة من فولاذ وإرادة حديد أدرك الجميع إن اليابان مش هترجع غير بالبني آدم، البني آدم الياباني نفسه وإعادة بنائه. بمعنى تاني الاستثمار في البشر، الاستثمار في البني آدم اللي هو الحقيقة تأفيل ياباني اللي كانت البداية وقتها بالإنتاج، الإنتاج والتشغيل اللي هيقوي الاقتصاد. لازم الياباني يشتغل 24 ساعة بضمير وكفاءة ويكتسب السلوكيات والقيم من الشغل ويكتسب سلوكيات تانية خالص. وعلشان كده كان تكريس التعاون بين البنوك والمصنعين والموردين والموزعين من خلال مجموعات عمل مترابطة ومتكاملة. وراحة الحكومة اللي كان بيقودها رئيس الوزراء الياباني اللي بيسموه مهندس المعجزة حياته أكيدة، راحت مطلعة تشريعات وقوانين لحماية الإنتاج المحلي. بعدها ركزت على إنها تتوسع تجاريا بالتركيز على الصناعات التقيلة وتكتل الشركات، لدرجة إنها إن اليابان أو البنك الاقتصادي الياباني خصص 83% من تمويلات بنك التنمية الياباني للصناعات الاستراتيجية، وكان في مقدمتها صناعة السفن وإنتاج الطاقة الكهربائية والفحم الحجري والصلب. بعد كده قامت الحكومة بتوسيع نطاق الاستثمار من خلال إنشاء مرافق الطرق السريعة والسكك الحديدية والقطارات اللي هي المكهربة زي ما بتغلطوا وتقولوا والمواني، وتطبيق أحدث نظم الإدارة في المشروعات وتجويد الإنتاج في أي حاجة يعملها أي بني آدم ياباني، وإتقان العمل اللي تحول لقيمة اجتماعية ارتبطت بالثقافة اليابانية حتى في أدق الأمور، وتحول البني آدم في اليابان لأهم عنصر في رأس المال هناك. أصل ثروات اليابان يا سادة قليلة قوي، ضئيلة قوي،
اليابان لا تمتلك أي ثروات مميزة، لا عندها بترول ولا عندها غاز ولا عندها زراعات كتيرة ولا عندها حاجة، ثروتها الوحيدة البني آدم. إحنا كمان عندنا منه كتير بس محتاج تأهيل وتطوير. اليابان نجحت تطور البني آدم فيها واكسبه صفات الشخصية المنضبطة اللي بتحترم الوقت بالثانية وبتحترم النظام وبتبدع ضمن عمل الفريق وبتلتزم بأخلاقيات العمل وأمانته الحقيقة بالعمل بالتشغيل. تاني حاجة اعتمدت عليها اليابان في بناء الشخصية اليابانية كان التعليم، وأهم عنصر في العملية التعليمية المدرس، مش المنهج خالص خالص، ما فكرتش في المناهج خالص، لكن اعتمدت على المدرس، على العنصر البشري، المدرس الياباني اللي قدسه دوره هناك في الدولة، والدولة أشعرته إنه المسؤول عن منح اليابان دم الحياة للبقاء والتطور. وعشان كده المدرس الياباني بيحظى بالاهتمام والتقدير من كل اليابانيين بحق، له مكانة مرموقة في المجتمع، سواء من خلال مرتبه المجزي اللي بيوفر له حياة كريمة مستقرة، أو من خلال ما يحظى بيه من مكانة اجتماعية. مش بس كده كمان، ده المدرس علشان يبقى مدرس مش بس يبقى خريج الجامعة، لا، انت ممكن تبقى خريج جامعة لكن لازم تعدي من اختبارات صعبة جدا وامتحانات شاقة جدا، سواء شفوي او تحريري، علشان تثبت قدرتك على التواصل والترابط مع الطلبة. الموضوع مش موضوع تعليم وتحفيظ يا فندم في اليابان، يعني المدرس الياباني بيقوم بزيارات دورية شهرية لبيوت الطلبة بتوعه علشان يطمن على المناخ اللي بيذاكروا فيه وأسلوب مذاكرتهم، علشان تحقيق التكامل بين البيت والمدرسة في إنتاج بني آدم صح، مش إعلانات خالص بقى خالص. المنظر ده بيقولي أنا عايزة إنتاج وعايزة مدرس. شفتوا الدنيا بسيطة إزاي للناس الجد؟ شفتوا الدنيا واضحة ازاي للناس اللي عايزة تعمل حاجة؟ اما الناس بقى اللي عايزين فلاشات واجندات واعادة انتاج عمرو خالد ما يبقاش برطمان يبقى ازازة زي الشامبو كده، ده موضوع تاني، ده ما يحققش تقدم دول، ده ما يحققش نهضة امة، ده ما يحميش عقول ولادي، ده ما يديهمش الامان ان بكرة مش هيسرقوا منهم تاني الغربان والحدادي. نظام التعليم كمان بقى في اليابان بيجمع بين النظام المركزي اللي يوفر المساواة لكل اليابانيين في نظام تعليمي موحد، الوزارة تحدد من خلاله الإطار العام لمقررات الدراسة ومحتواها وعدد ساعات التدريس اللازمة ليها، وبتجمع كمان بين النظام اللامركزي من خلال مجلس تعليم متواجد في كل مقاطعة. المجلس ده مسؤول عن إدارة وتنفيذ سياسة التعليم، والهدف مش الحفظ ودلق المعلومات في الامتحانات، لا، الهدف تنمية رغبة التعلم وتطوير القدرة على البحث والدراسة وتنمية الإبداع والابتكار. في سنة 1965، يعني بعد 20 سنة من هزيمة اليابان بشكل الحقيقة أرض سنة 45 في الحرب العالمية الثانية، قدر إجمالي الناتج المحلي في اليابان بحوالي 91 مليار دولار أمريكي. تاني، سنة 65 الناتج المحلي الياباني بعد كل ده كان 91 مليار دولار أمريكي، مليار. وفي سنة 1980، يعني بعد 15 سنة تانية، يعني بعد ربع قرن من هزيمة الحرب العالمية التانية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الياباني لواحد تريليون وخمسة وستين مليار دولار أمريكي. أمريكا هزمت الحقيقة اليابان، هزمت السلاح الياباني في الحرب، لكن ما قدرتش تهزم اليابان مرة تانية بعد الحرب، علشان اليابان اتسلحت بأهم سلاح، سلاح ده البني آدم بإنتاج ومعلم. المبادرة بقى الحقيقة بتعمل إيه؟ شو؟ زي مبادرات عمرو خالد السابقة، مبادرة للدنمارك، مبادرة الحقيقة للأطفال والناس الغرقانة في العبارة، مبادرة مش عارفة لصناع الحياة، مبادرات يلم بيها فلوس ويرجع ويطل علينا بيها بوشه هو زي غيره. والسؤال الحقيقة بالنسبة لي مش بس عمرو خالد، مين غير عمرو خالد كمان؟ الحقيقة نقدر احنا كمان نعمل ده، نقدر بسهولة
بس لو بطلنا نتعامل مع الفاسد والمتلون وتاجر الدنيا والدين وركزنا بجد في اللي محتاجينه علشان ولادنا، علشان يبقوا مستواهم مستوى البني آدم الياباني، ده اللي هنشوفه في الفيلم. More than 300 high-speed Shinkansen trains are in service in a single day. The arrivals and departures repeat at a dizzying pace. Looking at the inside of the Shinkansen cars, they are meticulously clean. How these Shinkansen cars are cleaned has even attracted the attention of tourists from abroad. When a train arrives, the cleaning team bows to greet it. They hold open garbage bags at the doors and greet each passenger getting off with thank you. The drama in the 7-minute cleaning theater is about to begin. A Shinkansen's average stop time is 12 minutes. It takes 5 minutes for passengers to get on and off. Once all the passengers have gotten off, there's only 7 minutes to completely finish cleaning the cars and taking out the garbage. In general, one person is in charge of cleaning a single car, which has approximately 100 seats. When one task is finished, they run to the next. And run again. And run some more. They check to make sure all seats are in their upright position and the cleaning is finished. After finishing the 7-minute cleaning, they line up, bow, and go to the next job. The passengers get to board a nice, clean train. نظافة شخصية، ثقة بالنفس، احترام لقيمة الوقت، احترام لفريق العمل، الكل بيشتغل. دي قيم بالمناسبة احنا محتاجين نكتسبها، اتعلموها اليابانيين زي ما شرحت لحضراتكم، زي الكتب ما بتقول، زي الدراسات ما بتقول بقيمة التشغيل. لان والنبي هتعلم واحد قيمة العمل وهو قاعد مأنتخ ازاي؟ هتعلم واحد قيمة فريق العمل والتيم وورك وهو قاعد على القهوة والفيسبوك ازاي؟ هتعلم واحد سؤال الحقيقة، هو احنا هنركز طول الوقت على القوائم بتاعة وزارة الشباب والرياضة؟ يعني ده الشباب المستهدف، فالشباب المستهدف نجري بيهم ماراثون، نروح نعمل له معسكر في مدرسة او في مركز شباب، هو ده بس، هو ده الشباب المستهدف. احنا كده عملنا الحمد لله، ستفنا ورقنا. لا حضرتك، الاخلاق دي المجتمع كله ثقافة ينتجها اتنين، الانتاج والتشغيل والمدرس. طول الوقت بنسأل اخلاقنا ازاي تبقى كده، ازاي ادائنا للعمل يكون كده زي اليابانيين، من غير همبكة ومصالح شخصية. عرضنا تجربة اليابان اللي بتقول انها رجعت البني ادم بالانتاج والتعليم اللي فرضوا نفسهم. حديث الحقيقة لازم أشير ليه، حديث من اتصال تليفوني من أحد الحقيقة الناس المقربين من السيد عمرو خالد، اللي كانت بتقنعني يوم الخميس إن أنا وماله وإحنا عارفين عمرو، بس إحنا يعني نسيبه يشتغل وناخد خبرته. الحقيقة يا جماعة، طب إزاي فاقد الشيء لا يعطيه؟ لا بس ما هو معلش، نستغل وجوده وتأثيره ومش مهم بعد كده. فالحقيقة قلت أنا لا بستغل تأثير حد، ولا شايفة إن فاقد الشيء ممكن يدي حاجة، والمبادرة دي هدفها مش حاجة غير رجوع عمرو خالد فقط. فالحقيقة سألت سؤال، طيب أما هو حزين على المبادرة قوي كده، ما يسيبها طالما خايف عليها، ويشوف إزاي نطورها.
لان كان بيتقال لي تعالي معانا فيها، فاتقال لي لا دي فكره عمرو خالد. لا، فكره عمرو خالد الاخلاق. مسكين. نكمل بعد الفاصل. من تجربة اليابان خلوني أخد حضراتكم لتجربة سنغافورة اللي بلغ إجمالي ناتجها القومي في 2013 339 مليار دولار، وجت في الترتيب 47 عالميا. نصيب البني آدم أو الفرد في سنغافورة من الناتج القومي السنوي 62,500 دولار سنويا، 62,500 دولار سنويا. سنغافورة ما كانتش كده من كام سنة فاتوا بالمناسبة. سنغافورة ما كانتش تمتلك مقومات الاقتصاد الهائل ده، مجرد جزيرة صغيرة فيها قاعدتين عسكريتين لبريطانيا وفيها ناس متعددين الأجناس، صينيين، ملاويين، هنود. لكن لي كوان اللي هو مؤسس سنغافورة الحديثة بيقول في كتابه قصة سنغافورة: لو كنت وزملائي نعلم عندما أنشأنا حزب العمل الشعبي في العام 1954 حجم ونوعية المصاعب اللي هنواجهها على طول الطريق الذي انتهجناه، لما فكرنا بدخول معترك السياسة أصلا، إذ لم يكن في أذهاننا آنذاك سوى فكرة واحدة: الخلاص من الاستعمار البريطاني. أما ما عدا ذلك فكنا نعتبره تفاصيل صغيرة ومشكلات تافهة يمكن معالجة كل منها في حينها. لكننا كنا مخطئين كثيرا، فنحن كنا في واقع الأمر نواجه مهمة ثقيلة وشاقة إلى أقصى الحدود، وهي تأسيس دولة وإيجاد أمة من لا شيء. طيب إحنا الحقيقة عندنا الدولة ومش بنأسس أمة من لا شيء؟ هم كانوا الحقيقة يعني أمة من لا شيء، والبداية عندهم علشان يبقوا شيء كان قرار من الدولة: لازم سنغافورة تبقى نظيفة. البداية إن هم ينظفوا سنغافورة وشوارعها. أيوة، لازم سنغافورة تبقى نظيفة بمعنى الكلمة، نظيفة. وكمان نحط مع ده ترسيخ قيمة العمل اللي قضى بالتدريج على اختلاف الأصول عند الكل. الكل كان بيشتغل، الكل كان بيجود، مفيش مكان لحد مش شاطر، مفيش مكان لحد مش كفء في مجاله. مش هتقدر تطلع لفوق وتوصل لمكانة محترمة غير بالشغل والإنتاج. ده المبدأ اللي فهموه للأهالي سنغافورة: عايز تكبر، عايز تعلى، عايز تبقى بني آدم مهم، لازم تشتغل ولازم تنتج. وبدأت سنغافورة بعد كده بسياحة متواضعة، ما هي خلاص بقت نظيفة. فبدأت بسياحة متواضعة، الشوارع نظيفة، المحلات نظيفة، البازارات نظيفة، محلات الهدايا نظيفة. الناس كمان عندهم الرغبة ان هم ينجحوا السياحة بتاعتهم علشان بقت دخل. الدولة اقنعتهم بده. السياحة وفرت فرص عمل للعاطلين، وتم تشجيع تأسيس المصانع الصغيرة وخصوصا مصانع تجميع المنتجات الأجنبية في سنغافورة. اول الحلم تجميع، اخر الحلم تصنيع. ايوة، بدأوا بالتجميع وانتهوا بالتصنيع. مروا بفشل وكعبلة، مفيش خبرة، مفيش رؤية، لكن الهدف كان محدد: إنتاج بني آدم محترم ودولة قوية مستقرة. أهم عنصر ركزوا عليه في سنغافورة عبارة فقدت معناها في بلادنا للأسف في السنين اللي فاتت: الشخص المناسب في المكان المناسب. وعلشان كده اختاروا أكفأ العناصر لأداء أي مهمة، أي مهمة مهما كانت صغيرة، مهما كانت بسيطة. والأساس في التقييم النتيجة. يعني أنا ما أقدرش أقول لحضرتك يعني أنا بحب حضرتك وبحب عملك وإنت نجحت فيه ولا لأ، غير بنتيجة عملك اللي هو ببساطة الحساب يا سادة، الحساب. من أهم ملامح النجاح كانت منطقة جورونج. جورونج دي ايه؟ منطقة صناعية فتحت أبوابها لكل الاستثمارات الأجنبية من بداية من نص الستينيات، ونجحت تعمل حاجة: خطوة خطوة سنغافورة تخلصت من البطالة تماما. إنتاج الحقيقة البني أدمين أطفى عليهم صفات الإجادة والتعاون والدأب واحترام الوقت واحترام شريكي في الشغل. هوب، سنغافورة ركزت على التعليم من أوائل السبعينيات علشان كانت محتاجة مش بس فنيين هايلين، لكن كمان كانت محتاجة تخصصات مختلفة.
كواليتي مختلف، جودة مختلفة. الحقيقة كانوا عايزين بني آدم تاني، وبقى التعليم دلوقتي حاليا في سنغافورة من أكثر نماذج التعليم تقدما في العالم. لكن رغم كده سنغافورة لحد دلوقتي مش متصنفة من ضمن الدول المتقدمة. تعرفوا ليه حضراتكم؟ لأنها ما اهتمتش بالبحث العلمي، ولهذا صنفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من سنة 96 لحد دلوقتي كدولة نامية أكثر تقدما. شوفوا التعبير، دولة نامية أكثر تقدما، وده علشان تأخر البحث العلمي فيها. لكن على المستوى الاجتماعي أصبح المجتمع متعدد الأعراق مختلف الهويات، واحد من أكثر مجتمعات العالم استقرارا ورجعة الإخلاق. مرة تانية سنغافورة واليابان بيأكدوا على أن الأخلاق بترجع بالإنتاج، بالتعليم، بالعدالة، بالشفافية، مش بإعلانات وشو وسبوبة ورد جمايل. بالمناسبة دي سنة 1920 ألف الدكتور أحمد أمين كتاب الأخلاق. 1920 دكتور أحمد أمين ألف كتاب الأخلاق اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة. ده غلاف الكتاب، ورق أصفر قديم. المنهج ده يا سادة كان بيتوزع ويتدرس في المدارس للطلبة، كان منهج بيعلم ولادنا كلمة أخلاق وضمير وأهم الصفات اللي لازم تبقى جوه البني آدم. لو بني آدم الحقيقة، لو حكومتنا الموقرة تتكرم وتطبع الكتاب ده ضمن الكتب وتوزعها على الطلبة، لو حملة أخلاقهم فاهمة يعني إيه أخلاق كانت عملت ودرست الكتاب اللي هو مشروع متكامل لبنى البني آدم بدل قصص الإخوان وأدبياتهم اللي موجودة واللي بتتوزع في شنطة أخلاقهم. الحقيقة خليني أقرأ لكم بعض من هذا الكتاب، ويمكن يبقى فيه حد بيسمعنا، يمكن يبقى فيه حد بيهتم. بصوا حتى الكتاب مكتوب على غلافه لجنة التأليف والترجمة والنشر 1914، كتاب الأخلاق لوزارة المعارف العمومية. فوق خالص الأستاذ الدكتور أحمد أمين الأستاذ المساعد بكلية الأداب بالجامعة المصرية. يا سلام، بص بقى حضرتك كان بيقول إيه في الكتاب. المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الغرض من هذا الكتاب أن يكون مرشدا للطلبة في حياتهم الأخلاقية، يلفتهم إلى نفوسهم، يبين لهم أهم نظريات الأخلاق، يوسع نظرهم فيما يعرض عليهم من الأعمال اليومية، يشحذ إرادتهم لتأدية الواجب واكتساب الفضيلة. راعيت فيه الجهة العملية أكثر مما راعيت فيه الجهة النظرية، لأن التعمق في النظريات حظ الفلاسفة، والعمل وفق ما تتطلبه الأخلاق واجب الناس جميعا. والحياة الأخلاقية تعتمد على الروح الذي يبعث على العمل أكثر مما تعتمد على قواعد العلم. وكنت ألفت كتابا في الأخلاق نشر مرات، فلما وضعت الوزارة برنامجها الجديد الأخلاقي للأخلاق في المدارس الثانوية عمدت إلى كتابي هذا، فصغته صياغة جديدة تبسط موضوعاته حتى تناسب الطلبة في دورهم هذا. حذفت منه ما زاد عن حاجتهم، وزدت فيه فصولا لم تكن من قبل، والله المسؤول أن ينفع به كما نفع بأصله. هاي حتة صغيرة. بصوا النبي بيقول إيه: كنت ألفت كتابا في الأخلاق نشر مرات، فلما وضعت الوزارة وزارة المعارف المصرية وزارة التربية والتعليم، لما وضعت الوزارة برنامجها الجديد للأخلاق، الوزارة وضعت برنامج للأخلاق مش مبادرة فيها إعلانات، علشان يبقى كل الطلبة. احنا عندنا 20 مليون طالب سنويا من أول الحضانة، من أول الروضة لحد الثانوية العامة، عندي 20 مليون طالب، عندي 55 ألف مدرسة على مستوى مصر. فالوزارة حطت برنامج للأخلاق، وزارة المعارف سنة 1920.
سنة 1920، فلما وضعت الوزارة برنامجها الجديد للأخلاق في المدارس الثانوية عمدت إلى كتابي فصغته صياغة جديدة. بص بقى فهرس الكتاب فيه يا محترم. الفصل الأول علم الأخلاق، ماهيته، موضوعه، مسائله، الأعمال الإرادية والأعمال غير الإرادية، ماهية علم الأخلاق. بعد كده الفصل الثاني الضمير، موضوع صعب، موضوع يمكن ما يقدرش لا القنوات والصحف والمواقع الإعلامية اللي مؤيدة المبادرة تنفذه، ولا الحقيقة صاحب المبادرة، يا حرام، علشان الضمير طول الوقت واخد أجازة، نايم، واخد تعسيلة. فالفصل الثاني هو الضمير، الضمير والإرادة، تربية الضمير، ماهية الضمير. الفصل الثالث الحكم الأخلاقي، مقياسه، الرأي الشخصي، العرف، الوجدان، العقل، تربية الحكم الأخلاقي. وبعد كده مذاهب علم الأخلاق، بعد كده الخير والشر، علاقة الفرد بالمجتمع، الحقوق والواجبات. فصل عن الحقوق والواجبات ودي مهمة، معنى الواجب وأهم الواجبات والمثل الأعلى اللي هي القدوة يعني. وبعد كده في نماذج للصفات اللي المفترض تكون موجودة في البني آدم. ده وزارة التربية والتعليم اللي عملتها، يعني وزارة التربية والتعليم اللي عملتها. هقرا لحضراتكم أول سطر في تعريف الضمير في الكتاب. بيقول لحضرتك: الضمير يلاحظ الإنسان أن في أعماق نفسه قوة تحذره فعل الشر إذا أغري به، وتحاول أن تمنعه من فعله، فإذا هو أصر على عمله أحس بانقباض نفسه أثناء العمل لعصيانه تلك القوة. أثناء العمل، مش بعد العمل ما يخلص وتتغير الوشوش والمصالح والسلطان والنظام. أثناء العمل أحس إن في حاجة غلط، أنا مش هقدر أكمل، لكن مش بعد النظام ما يخلص أقول لأ ده أنا كنت غلطان، مش بعد ما تلون مليون مرة أقول أنا كنت غلطان، سامحوني ما كانش قصدي. ده مش اعتراف بالضمير، ده مش اعتذار عن غلط، ده الحقيقة تكريس لقلة الضمير وتكريس لتغييب الوعي. الحقيقة كلامي خلص، إعلانات عمرو خالد مش هترجع الأخلاق، مش هتخلي أمناء الشرطة يحترموا نفسهم ويبطلوا يرتشوا، مش هتخلي أمناء الشرطة يبطلوا بلطجة في الإقسام ويبطلوا بلطجة على الدكاترة، مش هيخلوا الدكاترة يبقى عندهم ضمير وهم بيتعاملوا مع المريض اللي هو بين إيديهم وربنا وصاهم عليه، مش هيخلوا الدكاترة وهم بيعملوا جمعية عمومية ما يدخلوش ما بينهم واحد ملوش انتماء للبلد. مبادرة عمرو خالد مش هتعلم عيالنا الانتماء، ولا هتخلي تجار الدين يبطلوا يتاجروا بعقول ولادنا، ولا هتعلم المهن كفاءة الأداء. أخلاقنا محتاجة دولة حاضرة في وعي ولادها بصدق لتفعيل الإنتاج والتعليم، وبعد كده المجتمع كله هيتعلم الأخلاق. صدقوني لما كلنا نبقى فاهمين دورنا، لما كلنا زي كتاب الأخلاق للدكتور أحمد أمين ما بيقول، نبقى مدركين إن الأخلاق وظيفتنا كلنا، بس الأول الدولة تبقى حاضرة في الإنتاج والتعليم والعدالة. يا سادة تحياتي لحضراتكم، أشوفكم دايما بخير، اوعوا تبيعوا عقولكم لحد، أي حد حتى أنا، دوروا ورا الكلام، دوروا واسألوا، وإياكم تبيعوا نفسكم لهوى نفسكم. لما تتبنوا قضية اتبنوها لوجه الله، لما تدافعوا عن حد دافعوا عنه علشان هو لازم تدافع عنه، حتى لو هتخسر أي حاجة، مش مهم تخسر كل حاجة، المهم تكسب نفسك. المسيح قال إيه اللي تستفيده لما تكسب كل العالم وتخسر نفسك؟ أنا كمان مصرة على ده. تحياتي لحضراتكم، وأشوفكم يوم الجمعة الجاي إن شاء الله.